الفقرة، الاستقبال الخرافي اللي حظت به سهيلة بلشهب في مطار الجزائر أثار ضجة على مواقع التواصل الإعلامي، في حين أنه ناس أخرى تستاهل هذا الاستقبال ما كاش اللي يسمع بهم، مثل حفظة القرآن والفائزين في المسابقات العلمية في الخارج. تابعوا معنا. والوطن العربي ولا تزال قضية سهيلة بلشهب تلهب مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد قضية إقصائها ها هي ذا تشعل الجدل من جديد بين مؤيد ومتعاطف ومعارض ومستغرب لهذه الجماهيرية الكبيرة المفاجئة لمجرد شابة تهوى الغناء. من بين آخر أخبار الرياضة، جوزي مورينيو وتشيلسي قرروا يفترقوا بالتراضي حسب ما قالوا النادي في بيان لها، وقام الأخير بشكر مورينيو على الجهود اللي بذلها وحتى على الألقاب الثلاث اللي حصل عليها في الدوري والعديد من الأعمال اللي قام بها مع الفريق، تعتبره المدرب الأكثر نجاحاً في النادي، لكن في هذا الموسم شهد العديد من المهازل. نشوفوا مع بعض فيديو القط كان يستنى ردة فعل النمر الدمية بعد ما حسبوا تاع الصح. المهم القط هذاك برد قلبه وخلاص. نشوفوا مع بعض هاد اللقطات المضحكة. طريقة أفلام الخوف الأمريكية، فتاة حسبها الغاشي أنها تمتلك قدرات خارقة.
gosh, I'm sorry. You just ruined all of my stuff. Get some napkins, clean it up, it'll be fine. Fine, there's coffee in... Just get away from me! Just get away from me! Just get away from me! شوفوا مع بعض حوادث المرور الخطيرة، وأنا ما عليا إلا نقولكم سوقوا بحذر. Следи за знак. Оба. فقرا نروح نشوفوا مع بعض أغرب احتفالات لاعبي كرة القدم بنفوسهم بعد تسجيل الأهداف. غريبة كرة القدم. Taip, 86-ąją rungtynių minutę aikštėje po keitimo visai neseniai pasirodęs Dmitrij Kaubas dabar lygina įvartį ir aplodismentais padėkoja pats savo šį ir komandos draugams. Dabar lygina įvartį ir... نروحو نشوفو مع بعض هذا التوأم الرائع اللي قوم بتقليد عطسة الوالدة ديالو بطريقة طريفة. رجل يقوم باللعب إبريق شاي بطريقة خيالية وسريعة جدا بلا ما يقع في الأرض. شوفوا معنا الفيديو ونولي لكم فقرة أخرى. Ya. Bit. Spor
تاني يا مليح أسخن هاي كيما يقول المثل اللي لسعوا لحلاش يتخيل لحبل لا هاد المثل يقولوه كي يتعرض الانسان لامر خطره واحده ويولي يتوخى الحذر منه في نتائج اخرى مشابهه Olha a mãozinha. Calma, respira pelo nariz. Puxa, solta pela boca. Veio, ô mãe, você vai ver. Já curou, né? Pronta. Aí, Di, ela tá passando já, meu filho. Prontinho. Aí, pronto. Pronto, acabou. Quantas agulhadas hoje, hein? Duas? في آخر فقرة من حسنتنا نخليكم مع بعض الصور اللي دارت لبوز على المواقع الاجتماعية وأنا نقولكم تهلاو في روحكم نتلقاو في العدد المقبل سلام